انا عايز اقول لكم احد المشاكل جايه من ان احنا كاباء وامهات بنربي اولادنا عشان يبقوا نسخ كربونيه مننا، ناسيين كلمه شهيره لجبران خليل جبران بيقول: تذكروا ان ابناءكم وبناتكم ولدوا لزمان غير زمانكم، لهم حيواتهم ولهم افكارهم ولهم مشاعرهم، احنا عايزينهم يعملوا بالظبط اللي احنا عايزينه. ده بالذات اللي بيستفز فيه عناد الطفل، لان هو عايز يستقل، هو عايز يكون شخصيته المستقله عن بابا، هي عايز تكون شخصيتها المستقله صحيح. عن ماما. معروف في كل بيت في مراهق، المراهقه بتصطدم بامها والمراهق بيصطدم بابوه، هو نفس النوع يعني. يعني انا عندي بنات مش هصطدم ان شاء الله. لا، هيقعوا في غرامك وهيبقوا حبايبك ويجوا يشكوا لك امهم. ده طبيعي، ده احلى انتقام في امهم. عايز اعلق يا تامر الحقيقه. طيب سريعا من النبي سريعا على 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 الاستاذه ساميه اللي قالته اخر حاجه. ما تقلقش، هي عندها بنت عندها 14 سنه، انا كان بنتي كان دلوقتي 21 سنه، انا مريت بالتجربه دي شويه، ولكن الطبيعي جدا ان البنت نديه لامها. ولكن انا عايزاها تطمن، ما تقلقش. ليه؟ كل ما البنت بتكبر، طالما ان هي مستمره على زرع التوجيهات المظبوطه، كل ما البنت بتكبر بتدرك مدى قيمه اللي امها بتعلمه لها، كل ما بتكبر وتبتدي تواجه انها هتخش في حياه لوحدها. دي من ناحيه استاذه ساميه. من ناحيه استاذ حمدي المتصل اللي قبل استاذ سامي اللي هو اللي عنده 6 نقط. انا متفقه معاه جدا في الموضوع ده. اللي عايز اعلقه بس، كل ما الاب والام زرعوا وبشده وباصرار وبمجهود فضائل كتيره جدا في الولاد، ده هيبين التحدي للاولاد بيتسلحوا بيه بعد كده لما يواجهوا اي اغراءات. ده كلام مهم، شرفتينا معانا. اختم يا دكتور بس بجمله ارجوك. خلاص انا بختم بانه هي فتره صعبه في كل بيت، في توتر في العلاقه ما بين الجيلين، وده طبيعي خالص، ما يزعجناش، لكن عايزكم تفتكروا طول الوقت الولاد دول والبنات دول هيعيشوا مستقبل احنا مش هنكون موجودين فيه، عليهم ان يكتشفوا طريقهم في الحياه. احنا دورنا ان بنطع لهم اطار اخلاقي، اما غير كده فما نقلقش. شكرا جزيلا يا دكتور. ولو جاز لي الاضافه اقول لكم بس ان تربيه الولاد مش بس ان انا اجيب لهم فلوس، اديهم شويه من وقت اهم حاجه. تصبحوا على خير.